فبالنسبه لهي الدائره الان، ايش الشيء اللي انا بقدر اتحكم فيه هون؟ شو الديجري اوف فريدم اللي عندي؟ ايش الشيء اللي انا بقدر اغيره بهي الدائره؟ سويتش. هذا الشيء الوحيد اللي بقدر اغيره، وبقدر اغير الزمن اللي بسكر السويتش فيه والزمن اللي بفتح السويتش فيه والفريكونسي اللي بعملها. طبعا هذا مش ميكانيكال سويتش، احنا راسمينه ميكانيكال سويتش بس حتى نبسط الدائره. فهلا في الخطوه الاولى في عندي تو فيزز. الفيز الاول فيز 1، فيز 1 راح اسميه تشارجنج. شو يعني تشارجنج؟ هلا احنا استعملنا كلمه تشارجنج. شو يعني تشارجنج؟ عم بزيد الكرنت في الاندكتر. من وين بتيجي الطاقه اللي بتجي في الاندكتر لما انا بزيد الكرنت فيه؟ مين عم بعطيني يعني؟ وين مصدر هاي الطاقه؟ في ار. ممتاز، هذا السورس. فهذا السورس عم باخذ من الطاقه، اذا هذا بطاريه عم باخذ من الكيميكال انرجي الموجوده فيه، اذا كانه هو بي في سيستم عم باخذ من طاقه الشمس اللي ساقطه عليه الريجنس عم بشحنها فيه. إذا فيز 1 كلوز، كلوز يعني ميك ات كوندكت، اوكي؟ كلوز سويتش 1 فور بيريود اوف تايم وراح اسميها تي سبسكريبت اون. فهذا السويتش راح نسميه اس دبليو 1 فور بيريود اوف تايم تي 1. هلا ديورينج ايش بصير؟ ذا كرنت، ايش رمز الكرنت حطيناه فوق؟ الانستنتينيوس كرنت اي ال تي. ذا كرنت اي ال تي ان ال، وهي اذا بدك تسميها ال ان ال، ستارتس انكريسينج وراح يعمل انكريسينج لينيرلي ان تايم، راح يصير يزيد بخط مستقيم. يعني بدي ارسمها هون كاني هون عمالي بقول هي الزمن، هي الكرنت، الكرنت بزيد وهي اي ال تي، وخلال الفتره هاي ايش راح يكون السويتش؟ سويتش 1 اون كوندكتنج، تمام؟ وهذه تي اون فترتها، الفتره الزمنيه تبعتها تي. طبعا انا هون بحكي ملي سكند او مايكرو سكند، اوكي؟ بس احنا حتى نفهم شو اللي عم بصير. زاد الكرنت عندي من قيمه لقيمه، ولاحظوا هذا خط مستقيم، لان انا بفترض هون فيش ريزيستنس فيها هاي. الاندكتر هذا معتبره بيور اندكتنس، ما في اي ريزيستنس. فالكرنت بزيد لينير ويز تايم. هون ايش عماله بيشتغل كسورس ولا كلود؟ كلود. كلود. والكرنت عماله بدخل من البوزيتيف تيرمينال تبع الفولتج بيطلع من النيجاتيف، معناها الكينيتيك انرجي او الانرجي اللي موجوده، البوتنشال انرجي اللي موجوده في الكولومز هذول عم تنزل. مين عم باخذها؟ عم باخذها الاندكتر، والاندكتر عماله بزيد الماجنتيك فيلد اللي موجود في داخله، فعم بخزن طاقه مغناطيسيه اكثر، وهي الطاقه عباره عن هاف ال اي سكوير. تمام؟ هلا عند لحظه معينه شو بعمل بالسويتش؟ فيز 2 شو راح اعمل باس دبليو 1؟ ما عنديش اوبشنز كثير، انا بس بعمل سويتشنج، فهم شو التول اوبشنز اللي عندي؟ اوف. اذا open switch 1 for a period of time t. شو راح يكون السبسكريبت؟ t off. لما بفتح هلا، لما سكرت السويتش هاي الدائره انعزلت تمام، هذا صار off يعني reverse biased، هاي الدائره كانها مش موجوده، صفت عندي بس هاي الدائرة. فكأني شو عملت؟ حطيت أطراف الفولتج على أطراف الاندكتر، ولذلك بدأ الكرنت يزيد فيه يزيد فيه يزيد تدريجيا. هلا اللي بحصل اللي بفتح فيها، في عندي كرنت ماشي في هذا الاندكتر، هل بصير الانرجي هاي تختفي فجأة؟ لا. شو بتحول هذا الاندكتر من كان لود؟ شو بصير الان؟ صوت. هو بصير صوت، والفولتج تبعه بصير نيجاتيف. شو يعني الفولتج تبعه بصير نيجاتيف؟ يعني بدل ما هو بصير هذا في ال تي بتحول لبوزيتيف نيجاتيف، والكرنت لازم يكمل مبدا حفظ الطاقه. شو بقول؟ الطاقه لا تفنى ولا تستحدث، مش هيك؟ وانما تتحول من شكل لاخر. هل في طاقه في هذا الاندكتر مخزنه؟ انا تعبت عليها وخزنتها وصلتها المرحله هاي، هاي الطاقة ما بصير تختفي فجأة، ما بصير الكرنت يروح لزيرو، فهذا بتحول لسورس. لما بتحول لسورس، لاحظوا طلعوا شو صار. هذا السورس بوزيتيف نيجاتيف،
in series مع source positive negative. شو بيصير للفولتجز التنين هذول؟ بنجمع بصير فولتج أكبر. قديش التوتال فولتج صار؟ بلس ماينس بلس ماينس صار هذا اللي هو VI زائد V وين هذا إجا الفولتج اللي هون هيك موجود هذا؟ هذا السويتش فاتح، هذا الدايود اشتغل الآن صار كوندكتينج بسبب إجا على الأوتبوت. هل الأوتبوت كبر؟ طبعاً كبر. ليش؟ لأنه كان عندي VI. شو صار عندي هلا بالإضافة للVI؟ صار عندي VL. فصار عندي خلال فترة لما فتحت السويتش اندمجت الدائرة هاي رجعت مع الدائرة هاي. هذا عبارة عن سويتش بس مش أنا اللي بقرر إنه بيفتح أو بسكر. شو بيصير حسب الظروف؟ بالظرف الأول لما كان هذا السويتش كوندكتينج مسكر هذا اضطر إنه يفصل. لما فتحت هذا السويتش هذا تحول لسورس، لما تحول لسورس هذا صار كوندكتينج، لما صار هذا كوندكتينج طلعت عندي طلع عندي هذا كمل من هون وصار عندي هذا الفولتج مساوي. فلاحظوا هون عندي بالفترة هاي في أوت بيساوي في ان زائد في ال في ال اللي هو الفولتج من الاندكتر. طبعا هذا الكرنت راح يمر راح يشحن مين الكرنت هذا؟ احنا لاحظوا في عندنا فتره شحن هون، فتره الشحن هون كانت لمين؟ للاندكتر. وفتره التفريغ هون لمين راح تكون؟ التفريغ للاندكتر والشحن للكلاستر. فلاحظوا الطاقه شو صار فيها بالمرحله هاي، الانرجي من مين لمين عم تنتقل بفيز 1؟ من هون بالفترة الثانية الطاقة عم تنتقل من هون وهون لهون. مش التنين عم بتعاونوا صاروا هلا مع بعض يشتغلوا مع بعض. بالأول بهاي المرحلة مين كان السورس ومين كان اللود؟ كان هذا سورس وكان هذا لود مش هيك؟ مزبوط. لما فتحت هذا السويتش هدول التنين تحولوا إلى ومين صار اللود؟ فصرت أنا أشحن الكاباستر من هون. فلاحظ في المرحلة الأولى رح أرسمه بالخط بلون أخضر، هاي فيز 1. لكن بفيز 2 شو راح يصير عندي؟ هلا برد برجع مرة ثانية، بفتح السويتش وبرجع هون. بسكر السويتش عفوا مرة ثانية، برد بشحن الاندكتر. بعدين برد بفتحه، فالاندكتر والسورس بشحنوا الكاباسيتر. لاحظوا الكاباسيتر وجوده مهم. لأن لما بفتح السويتش لما بسكر السويتش إذا فيش كاباسيتر بنزل فولتج لزيرو. الكاباسيتر بضل حافظ شحنة من هون بضل يعطيني تقريبا أوتبوت فولتج كونستانت لحد ما أرد أشحنه مرة ثانية. طبعا هذا العمل بصير سريع جدا. خلينا نرسم اللي ناقص عندي هون. هاي بدي أكمل هاي. هاي إحنا حكينا هون هذه طلعت هيك. هذا راح ينزل شوي. وهذا عبارة عن I L T. واللي بعدها رح يرد تطلع، بعدها رح يرد ينزل من هون. فهاي المنطقة هون. هلا هذا الكرنت بنشوفه على اللود ولا؟ نعم. الكرنت بنشوفه على اللود. الكرنت نعم بروح على اللود. أو عفوا، هذا الكرنت اللي ماشي في الاندكتر. هلا بنشوف الكرنت اللي في اللود. هذا تي اوف لما يكون السويتش اوف. لاحظ الكرنت نزل هون. والسويتش هون. هاي نفس هاي هاي هون. بعدين ايش برجع بعمل؟ بعيد نفس العمليه. لاحظوا الزمن الكلي شو صار؟ تي اون زائد تي اوف مش هيك؟ هذا الزمن اللي هون هو مجموع التنين اللي هو صار تي اون زائد تي اوف. مش راح يرد يتكرر هون مره ثانيه؟ تي اون زائد تي اوف. شو بقدر اسمي هذا كله؟ تي وتي شو سميناها؟ البيريد. هاي هي البيريد تبعت اللي عماله بصير منه. قديش الفترة اللي كان السويتش نسبة السويتش اون لتي؟ تي اون على تي مش هيك؟ يعني هاي بنسميها الان الديوتي سايكل. ديوتي ايش كلمة الديوتي معناها؟ ديوتي واجب. واجب. اوكي؟ ديوتي سايكل الفترة اللي هو اشتغل فيها وكان اون. الديوتي سايكل هاي ديوتي سايكل مهمة. إذا بدك اختصرها بدي سي بيرسنت مثلا أو دي، في بعض كتب بيختصروها بدي. ديوتي سايكل بتساوي تي
على تي اون زائد تي اوف، لكن تي اون زائد تي اوف شو بتساوي؟ كابيتال تي. هاي نقطة مهمة. الديوتي سايكل إذا بدي أغير العلاقة بين الانبوت والاوتبوت بغير هاي الديوتي سايكل.